نرجع لكم بعد الفاصل مع سيادة المستشار أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي أحمد خزيم. أنا عايز بس أسألكم على حاجة كده في الفقرة دي. إحنا المفروض إن إحنا حق الرد مكفول بالنسبة لنا، بس المستندات لسه 12 الطرف الآخر صاحب مجموعة الكومباوندات دي أو صاحب الكومباوند ده. إحنا طلعنا الحلقة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت بكون كومباوند معانا، ولسه عندنا كذا حاجة ماسكين العقارات الفترات القادمة، كذا حاجة هتبقى معانا وكذا حاجة هناخدها وممكن نتناقش فيها أنا وسيادة المستشار أحمد خزيم، تبقى فقرة ثابتة معانا إن شاء الله. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا النهاردة قلنا هنقسم الموضوع بالمستندات. شوف، هو باختصار شديد لما تواصل فريق الإعداد بتاع حضرتك معايا كان بالقدر وبالمصادفة متواجد في اللحظة دي مجموعة أو ثلاث نواب، يعني في مجلس النواب كعادة دايما كل القرارات او المشروعات القانونية اللي فيها كلام عن الاقتصاد او عن السوق بيأنسوا بيجوا بنقعد مع بعض ونقدر نقول بالاسم كمان. فبالمصادفة كنا بطرح مشكلة، احد المشاكل اللي موجودة، ممكن برضو وجه تحية للي عاد التقرير، ان النهاردة انت ده نشاط في السوق اهلا بيه، في فارق بين ان كل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش. بالظبط. ولا نفترض سوق النية عند اي حد بادئ ذي بدء، ف بدي قدر احيانا القدر بيصنع يعني احداثه يعني لاصحابه. تمام. فكنا قاعدين بنتناقش في مشروع قانون يخص التطوير العقاري، ولكن ده مساله موجوده في مصر على مستوى اصقاع، يعني مش متعلق بالقصه دي. وقدرا كان انا عندي العقد بتاع الاستاذه اللي هي حاجزه وبنراجعه، وكنا حتى بنناقش وانا هوريك بالمستند انه طريقه صياغه العقد مع شديد احترامي، ما فيش عقد في دنيا انا باجي اعمل بتاعه وبحكي قصه تاريخ ان انا ماشي في شوار ورايح وجاي وقدمت وقربت ورقه. التمهيد بتاع العقد اهو بتاع الوحده النهائي. طيب. انا ممكن بس اقول حاجه، بس معلش ان يا جماعه علشان خاطر اللي مش حاضر معانا، احنا بنتكلم عن مافيا كومباوندات. في ناس بتعمل كومباوندات وبتتاخر عليهم شويه، وفي ناس بتبيع ولسه بتقنن، وفي وفي وفي. احنا مشكله الكومباوند بتاعنا ان هو لسه ما عملش اي حاجه بقاله كذا سنه وباع طبيعي جدا، بس المشكله ان هو ما قننش كمان لسه اصلا، ودي مشاكل يا اما تتحل يا اما كل واحد ياخد حقه كان الله بسر عليه. لا، هو المقصود ايه لما انا بس قلت اعرف الجمهور. لما اتكلمنا في الحلقه الاولانيه انا بحترم اي حد بيستثمر، قد تكون عنده ظروف، قد تكون عنده موقات، فاحتفظت انه يعني ربما يكون يعني الراجل عنده موقات، اهلا وسهلا. تمام. لكن لما امور يعني جت تمام في انه حسب ما وصلني يعني انه الراجل بيعتبر نفسه في وضع صحيح، لا انت مش في وضع صحيح كومبليتلي، بل بموجب الاوراق اللي قدامي اللي هو موقع عليها العقد شراكه المتعاقدين، انا لم ارى ابدا في حياتي ولو في لاي حد احنا على الهوا سابقه في عقد بتاع بيع بيحكي فيه قصه بعيده تماما في التمهيد تصورا، ده ما ابع سبق الاصرار والتراصد، انه بايع فيه انه ما فيش رخصه. خد بالك، يعني حيث ان شركه لايت بارك المشروعات السياحيه المتطوره وكذا 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 قالت لها الملكيه في كذا، كل ده في تمهيد العقد مع مشتري بوحده. تمام. وقد قامت الشركه طبقا لعقد المقاول والتطوير العقاري في تاريخ 23 مش عارف ايه 326 المبرم بينها وبين الشركه كذا. ايه ده؟ ماشي اوكي. وراح وودى وغاب، كل ده انا ايه لازمتي انا النهارده؟ وده برضه عيب يقع برضه على المشتري مش بس على الشركة نفسها، يعني على الطرفين. تمام. وحيث رغب الطرف الثاني اللي هو المشتري في تخصيص احدى وحدات المشروع المزمع اقامته، المزمع اقامته مش المرخص برقم كذا او الحاصل على ترخيص رقم كذا او المكان ده في عقده اللي موقع عليه، عشان ما لا يتصور احنا للمره الثالثه بكررها، وانت تعرف مسيرتي المهنيه وعارف مسيرتي لا ليا في الكلام اللي مصر كلها فن معاك، هذا الورق انت ماضي عليه بارادتك لحد بيكلمك على ما جرت عليه العاده من العقد. يعني ايه المشروع المزمع اقامته؟ دي جمله كده الساده الافاضل يقولوا خلاص؟ سلفة ذكر مع اقراره بين قوسين وعلمه الغير نافي للجهاله بما وصل اليه الطرف الاول من اجراءات تقنين المشروع. طب انت تطرح ازاي للبيع وانت لم تحصل على رخصه؟ يعني هو بيشيل المشتري، يعني النيه واضحه برغم ان في مواعيد جدا، انا بقول لك لسه بدايات. تمام. عشان يبقى الكلام واضح لاي حد، بنلتزم الموضوعيه. وهذه الحاله لو كانت في لايف بارك او في غير لايف بارك
آن الأوان للمشرع أنه يتدخل ليحمي مدخرات المصريين. المصريين طبعا للأسف ما عندهمش كثير من الثقافة، كثير من السادة ما بياخدش معاه محامين، وهو بيوقع عقد بيعتبر ده سر والعين والحسب وراح يشتري ويدخل في المشاكل من دي خلاص. وبالتالي لما تيجي تبص هنا في صياغة العقد توضحت بقى النية، ان انت داخل من الاول تمام، حتى نيتك مش خالصة او عندك مشاكل او فبتأمن تصورا اللي فاق هذا العقد، تصور انه هذا يحميه في حالة الترافع في الاواطي، واخد بالك؟ هنا بقى في الحالة الواقعة دي عندي في واقعة العقد ده عندي عقود تانية، تم هذا الاتفاق نظير اجمالي قدره 5 مما سدده بالكامل عند التعاقد، يعني القيمة مسددة بالكامل وماضي على ده تمام. ما علينا، عشان برضو يعني انتظر تعقيب في رده لما يجي يرد، انا مش يعني هعمل كل حاجه. هنا بقول لك ايه؟ جزء من العقد يعني انا بس مأشر لك عليه، وقد تم الاتفاق بين الطرفين انه في حاله عدم تمكن الطرف الاول اللي هو الاكبر من استكمال المشروع لعذر خارج عن ارادته او تعطل باقي اجراءات المشروع لعذر قهري خلاص؟ ضرب نار زلزال براكين حرب اوامر سياديه الى اخره. ماشي. فانه لا يحق للطرف الثاني اللي هو المشتري مطالبه الطرف الاول الا وفق حدود المبلغ المدفوع مع الفوائد القانونيه المنصوص عليها طبق القانون المدني. بص بقى، وفي حاله عدم استخراج واحد بيكتب عقد واخد بالك تمام، في حاله عدم استخراج الرخصه تمام اهو نصا لو قررت تكتبه في مده اقصاه 8 شهر 8 2017 تمام، يتم فسخ العقد ومن حق العميل استرداد المبلغ الذي تم دفعه بالكامل دون خصم اي مبالغ ومصاريف خلاص. مش المده اقصى كم؟ اقصى شهر 8 2017. 8 اللي فات 2017 اللي فات اوكي، ده في العقد ده انا بقول لك من العقد يا باشا، وادي عليه توقيعه مبهور لو كمالتك عايز. طب يا ريت بس يا جماعه بس معلش اكمل لك وبعدين بوري مشاهدينك. هو في حاله تاخر انا بس اقول لك النقاط عشان نبدا نتكلم. اتفضل. ادي الموضوعيه. اتفضل. يعني لا بنتبلى ولا غاويين مشاكل، ولو عنده مشاكل اهلا وسهلا تتحل، اهلا وسهلا يتعامل مع الناس، ما احناش جايين لا نشهر ولا احنا بنتكلم على عقد انت مضيته. ولما اتكلمنا كان كل هذه الاوراق ملك هذه واوراق اخرى خلاص تمام. لكن بنقول ايه؟ هذا عقد، واحنا لما بنتكلم او انا شخصيا بتكلم على الحاله دي في جزئين، جزء ان ده عميلي تمام بقول له والله رجع له حقه خلاص وكفل من شهر القتال، وجزء قضيه عامه الحالتين. هنا بيقول لك وفاه تاخر الطرف الاول عن تسليم اللي هو بلايف بارك تمام، عن التسليم في الموعد المتفق عليه يلتزم الطرف الاول بدفع خد بالك غرام التاخير 1.5% من ثمن القسط للطرف الثاني عن كل شهر تاخير. ده من 2017 مثلا. ما لم يكن التاخير بعذر قهري، مش فاهم قصده ماشي اوكي، لا دخل لإرادة الطرف الاول فيه، وما لم يكن تعذر على الطرف الاول اقامه المشروع، وفي حاله تاخير اقامه المشروع المزمع انشاؤه يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول بالغرامه. هذا نص ما اتفق عليه بين الساده طرفين خلاص بالظبط. ده بس اختصارا، انا مش عشان ما اخدش. طب حضرتك شايف ان العقد ده اصلا هو كده مضى والوحده اتباعت وهم لسه شبه ما كانوش زي ما حضرتك ما هو ولسه ولا رخص ولا طلع تراخيص. طب شايف ان العقد ده ساري ولا يعني ايه ساري؟ يعني العقد ده باطل ولا مش باطل؟ قصدك العقد ده يعطي لصاحبه الحق او للطرف بالظبط انه يقاضيه، ومش يقاضيه بس في قيمه الوحده امال لا، في حاجات كتيره جدا برضو احتراما، يعني لما نسمع ردهم تمام ويبقى عند التعقيب. انا برضو دايما بفترض حسن النية وبفترض انه ربما حالة السوق فيها مشاكل، انما على الطرف الاخر انه يتعامل مع المشتري اللي بيبني بفلوسه بشيء من التواضع بشيء من الاحترام، ما يبقاش حكاية القصة ان كل اللي بناله نص عمارة ولا بناله عمارة فبقي مطور عقاري. كارثة في مصر، ما هيش في حالة لايف بارك دي، في حالات كتير جدا خلاص، لانك في الاخر انت بتيجي بتتكلم على مشروع تكلفته الاستثماريه ضخمه جدا خلاص، ولو انا احلته الى عقده هو شخصيا مع مالك الارض بالنقاط اللي فيه اقدر اقول لك القصه جت منين، برضه هتحفظ لغايه ما يبقى يرد
لو عايز تقرا الكتاب. انا يا ريت بس الناس ده العقد اللي بين الشركه العقد هو ده العقد اللي بين الشركه يا جماعه. الكتاب موجود هو الكاميرا لو تعمل زوم او اوكي ما عنديش مشكله. ده العقد وده العقد الثاني كمان برضو. ده العقد بقى الاصيل اللي بين مالك الارض وهو المطور. ده برضو فيه مشكله. ده فيه قصص يعني لما اقول لك ايه يلتزم الطرف الثاني هو اللي هو البارك دلوقتي اللي انت بتقول عليه. مالك الارض ده قالت له بالوراثه قالت له زي ما قالت له مش دي قصته مش هحكي كتير يعني. المطور بقى شوف العقد بينهم عامل ازاي والعقد فيه تداخل يعني هو كلام كتير قوي. يلتزم الطرف الثاني اللي هو المطور بتنفيذ هذا المشروع خد بالك من الجمل بتكاليف على نفقته الخاصه ومن ماله الخاص ده صاحب الارض والطرف الثاني مع المطور خلاص. وده يفصل لك بقى لم الفلوس ولسه مش رخص وده مش حاله لا بركه دي حاله تكاد تكون بنسبه 70-80% في كل كوماندات مصر. ايوه عشان نبقى واضحين انا مش جاي لا بركه ولا انا جاي في مشروع قانون ده الاهم عندي وهو يصاغ حاليا على قد حضرتك. احنا بعت لنا 12 مشكله كمان زي كده كمان خلاص وليست قضيتي لا بركه. لا بركه حاله من حالات لكن القضيه هنا انه بقول لك القدر صنع ده ان كان التوقيت ده مع هذا العقد بتعامل فيه بشكل مهني إيه انه الست تاخد حقها مش عايزه تكمل وبشروط العقد. وطبعا البعض بيعتقد انه بطء التقاضي والاربع سنين وبعد اربع سنين وبعد ثلاث سنين تاخد فلوسك ده جزء برضه من ده الكلام ده لما يبقى عندي مشروع. انا ما عنديش مشروع طب العكس ده يتفرع منه كثير من القضايا. لا مش محل نقاش. اما يجي هنا يقول له بقى ايه من ماله الخاص وتوفير مصادر تمويله هو داخل ب 50% او ايا كانت النسبه او غيره حتى وتوفير كافه احتياجاته والاشراف على جميع مراحل تنفيذه بادارته وتسويقه خلاص. ادي بند. البند ده ياشر لك على انه ما تم ان انا داخل معايا يعني جمعيه كده لميت لي بارستين ودراسه الجدوى بتقول ان المشروع تكلفته مليار نص مليار فمعايا 100 مليون فنكمل من بقيه الناس وهو ما يحدث فعلا وكثير في القرى السياحيه كمان. هنا أخذ بالك يلتزم الطرف الثاني بإقامة وتشييد المشروع موضوع هذا العقد من ماله الخاص دون الرجوع على الطرف الأول. ده بينهم بقى خلاص على أن يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام أي جهة حكومية لو ملك الأرض بالزبط. خلاص وغيرها لتسهيل استخراج التراخيص متى طلب منه ذلك خلاص. تكاليف استخراج التراخيص اللازمة للمشروع على مسؤولية الطرف الثاني وحده اللي هو المطور بالزبط. خد بالك أنا بقول لك جمل المنتقاة يعني مش داخل في كل التفاصيل. إدارة العمل جوه الموقع من حق اصيل الطرف الثاني ماشي. وهقول لك بقى هو مستند على ايه. ولما قلت المره اللي فاتت صاحب الارض ليه مش عايز يفسخ الارض هقول لك ليه برضه على عود. يا ريت تمام خلاص. وبيقول لك بقى ومن حق الطرف الاول اللي هو مالك الارض تعيين استشاري لمتابعه اعمال الاول ووقف الاعمال المخالفه وانذار الطرف الثاني بالاصلاح خلال المهله. ده يعتبر طلع التراخيص واشتغل خلاص الطرف الاول. وهنا اتفق الطرفان على خد بالك بقى يتحملها رسوم ومصاريف تغيير نشاط الارض موضوع هذا العقد من زراعه الى استثماري مناصفه فيما بينهم. هو مشي في الاجراءات فعلا احقاقا للحق ودفع فلوس احقاقا للحق. لكن انا كمشتري مش قصتي انك اصبت الهدف او لم تصيبه ما تجيش تحملني انا بالظبط. انا مالي اجراءاتك ما كنتش تخليني اشتري منك بحق اصيل ده انا جاي لك بس صح ولا لا؟ ما تيجي هنا بقى تلاقي مثلا طبعا نسب محطوطه بحرفيه يعني عاملين يعني عارفه الزبون عايز ايه والبيع عايز ايه وحاطط بقى نسب الاقساط. يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول خد بقى بدايه الخط تمام نسخه من خطه البيع والدعايه والتسويق الخاصه بالمشروع وصور رسميه من الرسومات الهندسيه ودراسات الجدوى الاقتصاديه. يعني المطور بيديله عشان يبقى يعرف كل حاجه والعقد ده ليه برنامج زمني طبيعي يعني يديك ارضي خلاص. خد بالك بقى يلتزم الطرف الثاني بكافه المصاريف اللازمه لتمويله وتنفيذه وتشييد ايه بقى مش كافه المباني بس المقرر المشروع عارف يعني المرافق العامه تمام والطرق والصرف الصحي سيبك بقى من لاند سكيب وكده ومحطه توليد كهرباء ده في العقد. هو مفيش حاجه حصلت من الحاجات دي انا بقول لحضرتك. طيب يا فندم بس اخلص عشان نقدر عشان وقتها احنا قربنا حتى لاصحاب الشقه نحن لسنا فيها. طيب. احنا بنقول ده حاله متكرره فبلاش لما يخشوا في حالات نزاع تمام يتصوروا لسبب او لاخر
تمام انهم يعني عندهم الباور في البلد دي، فيها قانون والبلد دي فيها احترام لمدخرات الناس والبلد مش متسابة، تمام، طالما احنا بنقول الصح فين والغلط فين. اتفضل. انا بشكرك جدا يا فندم، بشكر سياده المستشار احمد خزيم. وكمان ده جزء من كل، انا لازلت بفترض انه يعني عندهم ظروف، عندهم اجراءات، عدم كفاءه، عدم اداره، لسه بيتعلموا في الناس جديد، كل ده وارد. طيب تمام، انا ريت يا جماعه بس اللي يكون عارف الموضوع بموضوع الكومباوند ده، يا ريت اللي معاه ورق يجي يقدمه، وعندنا حق الرد مكفول جدا 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 جدا، وعندنا سياده المستشار احمد خزيم. انا اللي طرحته بس عشان تقفل، عشان حكايه حق الرد دي الناس بتاخدها كده ايه كلام مرسل. تمام. انا بقول انت في رخصه، لو جاب الرخصه اهلا وسهلا وعظمه، لو جاب التقنين اجراءات التقنين دي مش قصتي، قد لا تصيب اجراءات التقنين. ما خلينا برضو نقول بصراحة يا سيادة المستشار، انت ازاي تبيع اصلا من غير اصلا وانت لسه طلعت ورقة ولا اي حاجة؟ انا بتحفظ لنفسي بحق تعقيب بعد رده. ماشي، بس احترام احيانا البعض، احترام العقول مهم جدا يا فندم. احترام العقول، واحترام لما يكون عندك خطأ ما اداري مهني، عدم كفاءة غيره، يتصلح. تمام، يتصلح، لكن ما تفكرش انك انت لما تقعد تدعي ان كل الناس جت تبتزك، تبتزك في ايه؟ او عايزك في ايه؟ لا، انت كده شغال بفلوس الناس، ويا ريت تتعامل بتعاملهم باحترام. انا بشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا يا فندم، وحق الرد مكفول للطرف الاخر، ويا ريت يجيب ورقه وينورنا برنامج طلب حضور. الحلقه الجايه استنونا في قضايا شائكه، في ملف التعاونيات، ملف التعاونيات احنا لسه بنكمله مع سياده المستشار، وسياده المستشار احمد خزيم بقى معانا فقره دايما كل اسبوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نستناكم الخميس الجاي الساعه 9 مساء. السلام عليكم.